موسم تسوق العودة إلى المدرسة مهمة ثقيلة أصلاً على جيوب كثير من الأسر، لكن هذا العام ربما تكون أثقل من أي وقت مضى، وآباء العالم يتقاسمون الهم نفسه. التضخم رغم أنه عامل رئيسي في زيادة أسعار المستلزمات المدرسية إلا أنه ليس السبب الوحيد. ترتفع أسعار مستلزمات الدراسة عاماً بعد آخر خلال السنوات الماضية، من أقلام الرصاص إلى علب الغداء، ناهيك عن الأجهزة الإلكترونية. الوباء، ارتفاع تكاليف العمالة، نقص الإمدادات، مزيج مثالي لارتفاع الأسعار، والتضخم بالتأكيد لا يساعد. في الولايات المتحدة تنتشر دعوات للتبرع بمستلزمات العام الدراسي للأسر ذات الدخل المنخفض. في مناطق أخرى اضطرت الأسر لإعادة استخدام ما يمكن الاستفادة منه من أدوات العام الماضي. الحاجة اللي محتاجها مجبر ان انت تجيبها حتى لو في ارتفاع، بس يعني برضه نشكر ربنا احسن من ناس كتير، ارتفاع نسبة بسيطة الحمد لله. حاجات كويسة يعني، اشتريت للتلات اطفال واولادي الحمد لله يعني تمام يعني. والله هو في حاجات ضروريات حضرتك لازم انت تجيبها زي الكشكول والكراسة والاقلام، دي حاجات اساسيات، انما الحاجات اللي كانت ترفيهي زي لانش بوكس وزي بعض الحاجات زي المقالم مثلا، مقلمة تلاقي سعرها غالي، ففي حاجات انت استبدلتها بحاجات مثلا اقل. يعني السنه اللي فاتت والسنه دي فرق شاسع يعني في الاسعار وفي كل حاجه، من اصغر حاجه في ادوات المدرسه لحد اكبر حاجه. كيف تؤثر المصاريف المدرسيه على الاسر ذوي خصوصا الدخل المحدود؟ حسب ما كنت اقرا امس من الدراسات اللي صارت او حسب استطلاع اراء الاهالي، يعني دائما اللي هي الاولاد اولويه، دائما اولوياتنا يعني اولوياتنا هي اولادنا، ففي الانفاق مثلا في أمريكا ذوي الدخل المحدود أو الذي يقل عن $50,000 في السنة، بعض الأهالي اليوم يضطرون إلى أخذ كريدت كارد إضافية مثلا. قسم منهم طبعا يلجؤون كثيرا إلى يعني هاي الفترة من بداية أغسطس إلى الآن ارتفعت استخدام باي ناو باي ليتر، الشراء الآن والدفع لاحقا. بعض الأهالي صدقي أو لا اضطروا يأخذون شفت إضافية في العمل الشهر الماضي لتغطية هذه المصاريف إضافية بالنسبة للأولاد. طيب أنا أو غيري من الأهل، أنماط التسوق كيف نغيرها وشو هي الأولويات بالنسبة لنا فيما يتعلق بمستلزمات العودة للمدارس؟ اليوم طبعا مثل ما قلنا نادين، إحنا يمكن لسه أولوياتنا شوية يعني فيها هامش أكثر هنا في المنطقة لأنه الرواتب أعلى، بس إذا إجينا في بلدان أخرى مثل لبنان، مثل تونس، مثل مصر، مثل باقي الدول، يعني هذا كله هناك الهامش أقل، يعني أنت ما عندك نفس الرفاهية. صح. فمبدئيا لاحظوا أنه هناك مثلا لجوء أكثر إلى شراء الحزم الجاهزة، ما أعرف إذا شفتوها في محلات التسوق الموجودة السوبر ماركت، اللي هي تشترين حزمة كاملة خصوصا إذا عندك أكثر من ولد اللي فيها يكون أقلام وبرايات ومحايات كلها. هذه بالرغم من ارتفاع أسعارها بأكثر من 16% هذه الحزم، وارتفاع العوائد عليها مثلا على أمازون ب 800%، يعني صار في مبيعات هواية، إلا أنه اليوم الأسر الكبيرة تلجأ إلى هذه الحزم اللي عندها أكثر من ابنين لحل هذه المشكلة.